لا هو مش اصدقائي بس يعني، هو كريم فهمي اخويا، احمد فهمي فكريم فهمي اخويا، شريف رمزي اخو مراتي، احمد الفيشاوي اول واحد اشتغلت معاه في الوسط اصلا وصاحبي جدا ومن اقرب الناس ليا في الوسط الفني، ايمي وميرات ويسرى كلهم اشتغلنا مع بعض، يعني تقريبا الثلاث ممثلات اللي شاركونا في نجاح كبير قبل كده، فالعرض الخاص يعتبر بتاعنا مش ضيوف فيه يعني. شايف ان الفيلم دخل في سباق الافلام الشعبيه اللي بتتعرض؟ والله انا يعني ما بحبش اصنف عامه، الفيلم الكويس والذوق العام للناس هو اللي بيحكم، بس الفيلم مختلف فده هيميزه شويه عن الافلام اللي موجوده وهيبقى ليه طعم مختلف شويه ان شاء الله باذن الله. في حاجه بتجهزها كده ان شاء الله على اجازه نص سنه كده في الحرب العالميه الثالثه، انا وهشام وشيكو، اخراج استاذ احمد الجندي، وسيناريو حوار مصطفى صقر ومحمد عز. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله انت والثلاثي المرح. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك يا فندم.